الحمد لله. أحبتي إليكم هذه الهدية النبوية الجميلة الجليلة العظيمة. اسمعوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال بعد صلاة الصبح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له كفوا أحد، كتب الله عز وجل له 40,000 حسنة. يا له من فضل عظيم. حافظوا عليه يحفظكم الله. إني أحبكم في الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألتني أخي الحبيب عن هذا الحديث: من قال بعد صلاة الصبح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا صمدا، لم يتخذ ولا ولدا، ولم يكن له كفوا أحد، كتب الله له 40,000 حسنة. نقول أيها الكرام الفضلاء، من حيث التخريج أنه خرجه أحمد في المسند والترمذي في الجامع، يعني في سننه، بغير قيد صلاة الصبح، هذه واحد. الأمر الثاني، والإمام السيوطي عزاه لابن السني، وقال الترمذي: حبيب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والخليل بن مرة: ليس بالقوي عند أصحاب الحديث. قال البخاري: هو منكر. أضف إلى ذلك علة أخرى، وهي الانقطاع بين الأزهر بن عبد الله وتميم الداري والراوي، فإن الأزهر لم يسمع من تميم، إذن هذه علة الانقطاع. وعليه قال محقق المسند شيخ شعيب ومن معه غفر الله وطه، وقال الشيخ الألباني أيضا في سنن الترمذي أن هذا الحديث حديث ضعيف، أنها حديث ضعيف لا يصح. والحمد لله الأذكار التي فيها غنية، التي صحت فيها غنية وكفاية. وطبعا كما قلت الطبراني في الكبير من طريق الخير بن مرة عن الأزهر بن عبد الله عن تميم الداري الحديث، وكما قلنا الخليل بن مرة متروك. قال البخاري: منكر الحديث. ولما يقول البخاري منكر الحديث، هذا تضعيف شديد. ولذلك يقول البخاري إذا قال: كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، قلت أنه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، وعلى ذلك فلا يصح حديث أيها الفضلاء الكرام. وأضف إلى ذلك حديث آخر رواه عبد بن حميد في مسنده، قال: حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الورقاء أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال 11 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، كتب الله له 1,000 حسنة. رواه ابن عدي في الكامل من طريق سلم بن سلم الضبي، قال أبو الورقاء عن ابن المنكدر عن جابر به، وأبو الورقاء متروك الحديث. قال الذهبي: تركه أحمد والناس. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بثقة. حكم ذاهب الحديث لا يكتب حديثه، وأحاديثه عن ابن أبي أوفى بواطيل، منها هذا لا تكثر أنه لا يشبه حديث ابن أبي أوفى. ولو أن رجل حلف أن عامة حديثك كذب لم يحنف. الله أكبر. الدال والكامل والجرح والتعديل. نعم. وأيضا روى ابن عساكر في نجرير قال: أخبرنا عبيس بن ميمون عن مطر الوراق عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال، ثم ذكر الحديث، قال: ومن زاد زاد الله، اللي هو يعني من قال هذا الذكر كتب الله له 1,000 حسنة، ومن زاد زاد الله عز وجل. عبيس بن ميمون متروك الحديث، وائل الحديث. وقال أحمد البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين وأبو داود: ضعيف. وقال الفلاس: متروك. وقال ابن حبان يروي، ابن حبان يروي عن الثقات الموضوعات توهما. وقال البخاري: منكر الحديث، إلى غير ذلك. إذن أيها الكرام الفضلاء، لم يصح في هذا الباب، أعني في هذا الذكر بعد الصبح، حديث، وما صح في غنية وكفاية. هذا ما تيسر إراد وتهي إعداد، وعلى الله على ذكر صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجماعة المسلمين فضيلته، وارزقني برهم، ويسر أموره، واغفر ذنوبه، وفقه تأمينا كل خير، وأعنا على كل بر.
اجعل بلادنا امنا امنا سخارة وسائر بلاد المسلمين، نجينا من الشر والضر انك على كل شيء قدير. كما تحدث صوتيا في ظهيرة يوم الجمعة الزهراء الغراء لأربع خلون من محرم الحرام عام 43 و44 هجرة عدنان عليه الصلاة والسلام. ثم الكلام رب المحمود وله الكريم والعلى والجود، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ما لحق قوم لورقد أخر دعوان. الحمد لله رب العالمين.